الصراحه كنت خايف لحسام مرسي يخسر. طبعا شايفين، طبعا كنا عارفين ان هو من فلوق، ويعني كان اخر رئيس وزراء في عهد مبارك. ما ينفعش اصلا نلف من ورا ويبقى رئيس وزراء والعالم كله يضحك علينا، صح ولا ايه؟ طيب رايك في الاعلام دي؟ انقلاب عسكري طبعا. شايف ان هيحصل صدام بين الاخوان ولا هيتفقوا؟ الاخوان اساسا للاسف عندهمش حنكه سياسيه، غلطوا غلطات كبيره يعني غير مسموح بيها. يعني هيتفقوا مع المجلس؟ معرفش الصراحة، بس تقريبا بعد ما المجلس عمل معاهم الحركة مش تمام ديت، تقريبا مش هيدوهم أمان، يعني هيحصل خوانة بينهم. المجلس العسكري بيلعب لعب خطير جدا، يعني بيلعب سياسة خطير جدا. قال إيه؟ اللي أنا مش هجيب لهم شفيق ولا بالتزوير ولا من غيره، بحيث إيه أهدي الأمور. وثانيا هو الإعلان الدستوري اللي نزله ده يعني بمقام يعني رئيس لوحده يعني، فمنها هدى الناس ومنها ايه برضه حاكم الناس، فانا شايف اللي هو الرئيس اللي جاي ده رئيس على الورق يعني. حتى اسالك ايه رايك في انتخابات الانتخابات ما كانت متوقعه بالنسبه لك ولا لا؟ هو لحد ما كانت مرضيه جدا بالنسبه لي، دي اول حاجه. ثانيا ان كان مرسي ان هو يكسب، يعني دي حاجه انا كنت متوقعها بصراحه، لان في الاول كان في حاله يعني زي عدم وعي عند الشعب، بس بعد ما الشعب فعلا عرف هو عايز ايه ومين اللي يصلح ليه اختار الصح يعني. بس كان في حمله تشويه للاخوان كبيره وكان في ناس كبيره، ده طبيعي لأي حد كويس لازم يبقى ليه أعداء كتير، فدي كان حاجة متوقعة جدا إن هيعملوا كده مع الإخوان. حاسس إن في صدام هيحصل بعد كده؟ لا، هو ده أكيد هيحصل، لازم يبقى في كلاش طبعا، بس هيكون لصالح مين أو مين اللي هيقدر يعني يسيطر على الموقف دي حاجة إحنا نعرفها بمرور الوقت. لا أنا أساسا ما كنتش مقتنعة ولا بأحمد شفيق ولا بأحمد مرسي، أنا أساسا كنت عايزة حمدين صباحي، فاهم؟ فبعد ما انتخبته وحمدين صباحي في الانتخابات الأولى بالظبط عملته سقط وكده، حاسه اساسا ان هي في كوسه لحد ما. احمد شفيق انا حاسه ان بيساوي مبارك، فاهم؟ محمد مرسي هو بس مجرد حاجه بيتلعب بيه، في ناس كتير قوي وراه، ويعني الاثنين يعني هيدبونا يعني. شايفه ان الفتره اللي جايه الاخوان هيحصل فيه بينهم وبين المجلس العسكري تصادم ولا هيتفقوا؟ لا، لو كان هيتفقوا كان ده حصل اساسا قبل الانتخابات. لا مش شايفه ان في تصادم، لان اساسا الاتفاق الاكبر هيبقى مع احمد شفيق وهيبقى مع المجلس العسكري، لكن الاخوان والمجلس العسكري صعب قوي. ايه رايك في نتيجه الانتخابات وهل كانت متوقعه بالنسبه لك ولا لا؟ والله نتيجه الانتخابات ما كانتش متوقعه بفوز مرسي، لان كان في حمله من شفيق جامده جدا، بس طبعا الناس كتير ايدت مرسي بعد الاعلان الدستوري، لان هو خلاص كنا بنقول الاخوان معاهم كل حاجه فاصبح مش معاهم حاجه، فخدوا استعطاف من الشعب المصري كبير جدا يعني. طبعا كلنا كشباب كنا بعد الثوره ننتظر ان يكون مصر تستحق اكثر من كده، احسن من كده يعني بكثير. طب انت ايه اعتراضك على احمد مرسي؟ اعتراضنا كان في خلافات كتير حصلت من جماعه الاخوان في من بدايه الثوره، ان يعني هم سابوا الثوره تمشي في مسار وهم مشوا في مسار شخصي، فده كان خلافنا معاهم مش اكتر. طب هل انت مثلا انت شاركت في الانتخابات ولا؟ شاركت في الانتخابات. واخترت مرسي؟ لا، ابطال صوتي. يعني شايف انت هل انت كنا ننتظر رئيس يعني ثوري اكتر من كده شويه، او يعني كان ينتمي للثوره اكتر من كده.